مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اجي واش عمرك سولتي راسك حتى ثلاثة ديال الاسئله؟ شنو كنقصدوا بالتفويها؟ علاش كنتفوهو؟ وشنو هي الدور ديالها في الجسم ديال الانسان؟ هاد ثلاثه ديال الاسئله هي اللي غادي نحاول ما امكن انني نجاوبكم عليها في الفيديو ديال اليوم. لكن قبل ما نبداو الفيديو، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باش كون صاملين ننزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. إلا عجبتكم الفيديو والفكرة ديالو، ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيوها مع كاع الأصدقاء ديالكم. إذا بسم الله على بركة الله لننطلق. كيف ما كتعرفوا، الجسم ديالنا عنده دورة دموية اللي الشاف ديالها أو الباترون ديالها أو الخيفي ديالها أو رب العمل ديالها اللي هو القلب. دونك القلب عبارة عن عضو اللي هو مسؤول على ضخ وتوزيع الدم على مستوى أطراف الجسم بما فيه الأطراف العلوية والأطراف السفلية. القلب كيسهل عليه المأمورية في توزيع الدم على مستوى الأعضاء السفلية، ألوغ كو كيصعب عليه الأمر بالنسبة للجزء العلوي. علاش؟ حيت ما تنساوش بلي كاين جاذبية خارجية اللي القوة ديالها تفوق قوة عضلات القلب. المهم خلينا من هادشي هذا كامل، بغينا نعرفوا علاش كنتفوهو. غادي نعطيكم مثال باش كومسا غادي نقربكم من الفكرة أكثر فأكثر. غادي ناخدو واحد الإنسان اللي جالس لواحد المدة زمنية طويلة، دونك هنايا الجسم في هذه الاثناء كيدخل في وضعيه عدم الحركه. طالما الجسم في وضعيه عدم الحركه، اذا حتى الدوره الدمويه كتدخل في واحد العمليه ديال الركود وديال الخمول. كتقول لك طالما الجسم بغى يرتاحش معنى انا ما نرتاحش. ولكن القضيه اللي ما عرفهاش بلي الدوره الدمويه راه ما كتخدمش بوحده، كتنسى بلي هي عندها باترون ديالها اللي هو القلب. دونك القلب والدوره الدمويه راه كيخدموا اون باراليل، ما يمكنش القلب يخدم بوحده وما يمكنش الدوره الدمويه انها تخدم بوحده. فهنايا شنو كيوقع؟ الدوره الدمويه ملي كتجلس، القلب كيبدا يدير الوظيفه غير الوظيفه ديالو، فبالتالي في عوض هو كيبقى يضخ الدم وكيوزع الدم على مستوى الجسم ديال الانسان، هنا كيبدا يخدم بطريقه عكسيه حيت ما كيستوعبش الوظيفه ديال شي واحد اخر، دونك فقط كيستوعب الوظيفه ديالو. فهنايا كتوقع في حال واحد الاضطراب، واحد لا بيرتورباسيون كيوقع في الجسم ديال الانسان، فهنا كتجي المرحله ديال التفويه. دونك الانسان ملي كيتفوه، وغادي نرجع الفكره ديال الجزء العلوي، حيت قلت لكم في الاول باللي القلب كيصعب عليه الماموريه في ضخ الدم على مستوى الجزء العلوي. هنايا الانسان ملي كيتفوه، دونك العضلات ديال الوجه كتخدم وكتحاول انها تضغط على الاورده والشرايين، وبالتالي ملي الاورده والشرايين كتحس بواحد الضغط كبير، هنايا الدوره الدمويه كتفيض وكتقول لك اوعدي انا شنو عملت، لازم انني نرجع للعمل ديالي ونرجع للوظيفه ديالي الطبيعيه اللي انا من دائما وانا كنعملها. وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ولو الشيء القليل. اللي ما فهمش شي نقطه من بين هاد النقاط اللي شرحتها في الفيديو، ما فيها بس انكم طرحوا التساؤلات ديالكم في التعليقات اسفل هاد الفيديو. نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم، رمضانكم مبارك كريم، امسيتكم طيبه، بسلام عليكم.